الغناء تريم مدينة تنام وتستيقظ على ذكر الله تعالى، فهو ممزوج بهوائها ومعجون بطينتها، فمآذن هذه المدينة تعانق سماءها وتنشر عليها المحبة والصفاء والطمأنينة. المساجد في تريم كثيرة، وهي بعدد أيام السنة، وجميعها معمور بالصلوات وبالخيرات وبالذكر للرحمن، ولكثرتها تكسو المدينة الروحانية والسكينة والطمأنينة. تتميز المساجد في الغناء تريم بنمطها المعماري الفريد، في إسلامية حضرمية في هندستها، ومبنية من الطين ومكسوة بالنورة البيضاء. أقدم مساجد البلدة مسجد الوعل، الذي ينسب إلى الصحابي الجليل أحمد بن عباد بن بشر الأنصاري، ويقع في قلب المدينة. ومسجد باع علوي، والمسمى بمسجد القوم، وهو المسجد الأكثر روحانية في تريم، فقد قيل عنه إنه ما من موضع شبر في هذا المسجد إلا وصلى فيه صالح أو عالم. مسجد المحضار هو المسجد الأكثر شهرة في تريم، فمنارته الشامخة تعد أطول مئذنة في العالم مبنية من الطين. المساجد في تريم متناثرة في كل أجزائها، ويصعب حصرها وعددها، فهناك مسجد الجامع، وهناك مسجد العيدروس، وهناك مسجد بامروان، وهناك الكثير والكثير. إنها حقاً مدينة المساجد والمآذن. أعزائي المشاهدين، وصلنا لفقرة معلم وسؤال، والمعلم زي ما تشوفون ورانا معروف، تمام؟ أستاذ خالد، نعم. تريم فيها أكثر من 360 مسجد، تمام؟ نبغى أشهر اثنين مساجد أسماهن يعني، والسؤال لمن؟ للمشاهدين. يا سلام عليك. اذكر اثنين من أشهر مساجد في تريم، اثنين. نستقبل إجابتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة من الآن وحتى غدا الساعة 3 عصرا. نتمنى لكم حظا موفقا.